كنت بشتغل فوتوشوب قبل كده، اول حاجه هتلاحظها التول باليت اللي هي على الشمال دي، غالبا كانت صف واحد، يعني كان صفين اسف، دلوقتي بقت صف واحد. كل الجزء ده اللي هو الكانفاس او مساحه الشغل، ادوبي بتحاول ان هي تزودها لك بغض النظر المونيتور بتاعتك قد ايه، بغض النظر الريزولوشن بتاعت الشاشه بتاعتك قد ايه، انت محتاج للسبيس. ادوبي فاهمه الكلام ده، ولذلك هي بتصغر الباليتس لاصغر قدر ممكن. لو هنشوف المنتج الجديد هتلاحظ الاسهم الصغيره اللي فوق، لو عملت عليها كليك بتكبر وممكن ترجع مكانها تاني، وكلهم بالشكل ده. ده كده انا دلوقتي صغرت الباليت شوي لاصغر قدر ممكن، ممكن يبقى اصغر من كده كمان، لكن بقى في ايكون جنبها تكست تمام، وفي ايكون مختفيه، يعني مفيش جنبها تكست، بس البوب اب بتاعتها بتبان، او البالون الاصفر اللي موجود قدامك مكتوب فيه هيستوري ده باين. لو انا مثلا هكليك على النافيجيشن، النافيجيشن دي حاجه وظيفتها ان توريك ايه اللي بيحصل بالظبط دلوقتي. بمجرد ما اكليك على النافيجيشن واروح مكان تاني، اكليك تروح مختفيه، كل الباليتس بقى وراها كده. تكليك على مثلا الباسز تروح مكان تاني تختفي. لما بتكليك على حاجه من جروب، يعني لو هنبص مع بعض، دي جروب الثلاثه دول مع بعض ومعمول لهم سيبريتور اهو، دي لير جروب، فوقها الكولر جروب، فوقها النافيجيشن جروب، هما متسميين باسم اول واحده فيهم. لو هنكليك على اللير هنلاقي اللير بيطلع لنا ومعاها الشانل والباسز تمام، ادي الشانل وادي الباسز. حاجة تانية برضو عايز اقولها لك، لو انت لسه اول مرة تفتح فوتوشوب جديد، عشان تعرف ايه الفيتشر، لو انت فاهم فوتوشوب قبل كده او اشتغلت على فوتوشوب قبل كده، ممكن تروح على قائمة ويندو وورك سبيس وتختار واتس نيو ان سي اس 2 ان سي اس 3. اوكي بص بقى، كل المينيوز اللي حصل عليها تعديل، حطلنا عليها اللون اللبني، اي واحده من دول حصل عليها تعديل او اتحرق، يعني اتطورت من الفيرجن اللي فات للفيرجن الحالي، اتضاف عليها اللون اللبني. بالنسبه بقى للناس المبتدئين والدروس دي علشانهم، ان شاء الله هنبتدي الدروس، بس قبل ما نبتدي الدروس عايزك تعمل حاجه واحده، روح على ورك سبيس واختار ديفولت ورك سبيس. اوكي الديفولت ورك سبيس هي الورك سبيس اللي بينزل بيها ادوبي، يعني اول ما بيتعمل انستليشن الوضع بيبقى زي ما انت شايف كده بالظبط، ده الوضع الثابت لادوبي فوتوشوب، ده اللي احنا معظم الدروس هنشتغل عليه، بحيث تمشي ايدك الاول وبعد كده تبقى تكستمايز الباليتس زي ما انت عايز. اشوفك مع دروس ان شاء الله.